يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. انا ام منذر واليوم رح نعمل مع بعض مشروب الهات شوكليت. اغلبنا بيحب الشوكولا وخاصه بايام البرد، يعني كتير كتير هالمشروب رائع. رح نبلش هلا بالمقادير. عندي هون بهي الكاسه اللي شايفينها، انا رح اعمل لشخصين يعني كبايتين. حطيت من هدول الكاستين، حطيت كاستين حليب بقلب الركوه تبع القهوه، وبدي احط هلا المكونات الجافه. انا ما بدي افضغري مباشره على الحليب لانه بدي اخلطهم اول شيء حتى ما يكتلوا معي او يجمعوا. راح لكم عيار للكاسه، يعني لكل كاسه بدنا نحط معلقتين من السكر. هدول الكاستين راح احط لهم 4، يعني فيكم تقللوا تحطوا مثلا معلقه ونص للكاسه، بس هو لانه الكاكاو مر فنحن راح نحط معلقتين من السكر افضل. راح احط لكل كاسه كمان معلقه من الكاكاو، يعني راح احط هلا معلقتين، وبدي اضيف كمان هلا بخلطهم اول شيء مع بعض. السكر كتير بيساعد على انه الكاكاو يدوب يعني اسهل وقت بنخلطهم مع بعضهم. اذا ضفناه لحاله راح تلاقوه جمع وكتل وما بتعود طيبه، يعني بيطلع هيك بالطعم بتم بيطلع ابدا مو ظريف. راح اضيف هلا كمان لكل كاسه نص معلقه من النشا، لهيك انا حطيت معلقه كامله لانه هدول كاستين، بخلطهم كلهم هيك على الناشف وبضيفه. يعني حتى انا هلا بدي احرك الحليب على البارد، بحط شوي شوي وبخلط بهي السلك يعني لحتى او المضرب لحتى اتاكد انه يصير ناعم تماما، لانه اذا طلع كتل من الكاكاو راح يطلع الطعم ابدا مو طيب. بحطهم هيك كامل الكميه وبضل عم خلطهم. رفعتهم هلا انا على النار، فيكم تضيفوا طبعا اذا ما بدكم تعملوه كله بالحليب ممكن تعملوا مثلا كاسه حليب وكاسه مي كمان بيصير، يعني فيكم تعملون هيك، وسكر مثل ما قلت لكم حسب ما بدكم انتو. وبنضل نحركها لانه هذا فيه نشا يعني ممكن يعلق بسفل الركوه. هلا عندي انا هون دفي صار شوي سخن، يعني فيكم تحطوا معلقه زبده او تحطوا قطعه شوكولا، يعني انا حطيت هدول القطعتين للكاستين، او بتحطوا لكل معلقه كم لكل كاسه معلقه من الزبده، يعني بتحطوا معلقتين زبده، اللي ما بده يحط شوكولا في يحط زبده. وبنستمر كمان بالتحريك، والافضل مثل ما قلت لكم ضل عم حرك بهي المضرب لحتى يعني يصير عندي ناعم كتير. هلا شايفين كيف انا عم حركه؟ لازم تنتبهوا تضلوا واقفين يعني وعم تحركوا وتنتبهوا عليه، لانه هلا بده يفور. يعني الحليب مثل ما بنعرف وفيه خاصه هلا كمان الكاكاو بتلاقوا ارتفع وممكن يطف، فحاولوا انتم تخلوا النار ما كتير تكون كتير عاليه وارفعوها كمان مثل ما هلا واضح بالفيديو. شايفين كيف بهالشكل؟ لانه ممكن يعني يطلع كله يفور لفوق وينكب. خلص هلا هيك صار عندي المشروب جاهز، حركوا هيك شوي. راح احطه هلا بالكاسات، يعني هلا وقت بدي اسكبه راح يبين معكم كيف القوام. هتلاقوه يعني شوي تقيل، مو مثل مشروب الكاكاو العادي يعني اللي بيكون بس عبارة عن مي وكاكاو او حليب وكاكاو، بتلاقوه شوي تقيل يعني وهو عم ينزل فيه تقل. الريحة بتاخذ العقل كتير، ريحته طيبة يعني للتزيين او هيك، يعني بتحط له شوي من الكاكاو كمان على الوجه بيعطيها منظر حلو وكمان بيعزز الطعم فيه. راح انطر شوي هيك من الكاكاو على الوجه، فيكم تستغنوا عن هاي الخطوه يعني، بس هي يعني بتعطي منظر جمالي. خلص هلا هيك المشروب عندنا صار جاهز، فيكم تقدموا حده بسكوت او اي شيء تاني مثلا قطع شوكولا كمان ممكن، كمان بتلاقوه وقت بتشربوه بتصيح بتعزز كمان الطعم. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.